بدأت وقعتك في الفخ وفزت عليك. خلصت كيف فزت عليك؟ فزت عليك عبد الرحمن. انت مش شايف اني فزت عليك؟ لا انت مش شايف اني فزت عليك، معناتها انت اليوم تطبخش جنبي. هيها عبد الرحمن، هيها فزت عليك عبد الرحمن. خلاص عبد الرحمن على المطبخ. عبد الرحمن ضيف اليوم كثير غالي علينا، انا لعبت بقوه عشان بدي افوز عليك، عشان انا اللي بدي احاول. واضح يا باسل انك بديت تتطور في الاكسوب، بتتفرج على التوتوريالز كثير، وشكلك نفسك تحاور الضيف. ما عندي مشكله، خلاص انا رايح المطبخ واقطع لك اللي تبغاه. ماشي يا باسل. لعبتي الاكس او من اصعب الالعاب اللي ممكن تلعبها في حياتك، هي الاكس او. تدرب عليها بتصير كويس فيها، بتفوز. لعبه صعبه ومعقده، محتاجه الى تفكير وتدريب وتدرب على الاكس او. لعبه صعبه جدا صراحه، الواحد لازم يتطور فيها. انا قاعد بتطور في الاكس او. عبد الرحمن من حفره لدحديره في الاكس او. طيب. على المطبخ. طيب. يلا حبيبي خلاص. يلا هدي اعصابك. ننتقل. ايش تبغى نسوي لك في المطبخ؟ بدنا نسوي في اليوم، بنقطع كثير بطاطا اليوم. ضيفنا بحب البطاطا المقليه، بنسوي البطاطا مقليه من عيوني. احلى بطاطس واحلى تقطيع. يلا بس بالله يا ضيفنا اليوم غالي. بالله اني صاير لعيب اكس او. لعيب صاير لعيب، لا متفوق في. ابعدوا عني خلاص. كله من الفيديو اللي شافه. دوريات اكس او الله يخليكم. يلا اهلا وسهلا مشاهدينا، رجعنا لكم مع فقره الضيف من لعبه الشيف. وضيف اليوم ضيف غالي عزيز علينا، عزيز علي انا وعلى عبد الرحمن وعليكم اكيد متابعينا، صديقنا وحبيبنا أمير أبو زنادة. أهلا وسهلا. أهلين وسهلين، نورتنا في الاستوديو. أول حاجة حابب أقول إني أنا أتشرف إني أطلع مع قامة عظيمة زي باسل الحاج. أنا فزت. إحنا في التلفزيون. أنا فزت. إحنا في التلفزيون فحتسمع كلام حلو كثير. الله يرضى عليك. شكرا. تعودنا منك الكلام. عفوا. تعرف الشاب اللي هناك صح؟ آه. ولا نعرفك عليه؟ أتوقع يطلع في اليوتيوب. هو شاف كويس شاطر، اسمه عبد الرحمن بخش. أيوه. بس هو معاقب. ليش؟ بيني وبينه قصة وانتقام وأشياء زي هيك. أخوك. الله يرضى عليك. أنا استغربت والله الصراحة. شوية بصل. سخن لي مي وحط لي إياها في طنجرة صغيرة، بدي مي بتغلي. أنت كده قاعد ترمي أوامر عادي؟ طبعاً. هو اللي بدك اللي في نفسك فيه قول عبد الرحمن مسوي لك. لا ما لا لا أنا ما حقول، أنت قول له. طيب. أمير يرضيك. الله يرضى عليك. بس مي سخنة وحط لي إياها على النار وقطع لنا بصل. بطاطا أنا حقطعها لأني ما بوثق بتقطيع بطاطك. شوف لأي مرحلة واصل. ونحكي ندخل في الموضوع على بدري. امير اقول كنا بنتشاور انا عبد الرحمن شو بدنا نعمل لك. ايوه. ايش قررنا نعمل لك؟ ايش؟ بطاطس مقليه. انا مره احب البطاطس المقليه، بعرف كثير كثير كويس يا جماعه. احنا غير الاشياء اللي بناكلها في التصوير، احنا الحين بنحكي على الايام اللي برا التصوير. أيوه. بنكون احنا قاعدين بدنا ناكل كلنا هيك ملتمين الشباب مع بعض. مين اللي ممكن يطلب بالعاده؟ قول لي صح ولا لا. بالعاده يا انا يا امير راح نطلب. ليش؟ لانه في ثقه انه راح نطلب شيء كويس وكفايه. كفايه للجيران كمان. ايوه. ثاني شغله، في 5 صحون بطاطس مقليه بتنزل. ايوه اخي لازم. لازم. ايوه يعني لما نجي اشيك الطلب، واذا ما في بطاطس احط كذا وبعدين احط زائد 1 2 3 4. طيب امير. أيوه. سؤال لإلك، سؤال الجواب للمتابعين. اوكي. كيف كانت بدايه امير ابو زناده على الشاشه؟ على الشاشه اول ظهور كان، او كيف دخلت الشاشه؟ هو كان تحدي اخوي كذا بسيط في النادي، اتفقنا انا وصديقي. انت وصديقك اسمه عبد الرحمن. مين صديقك؟ اسمه عبد الرحمن بخش. والله هو صديقك. إيه؟ اسمه عبد الرحمن. ايوه ايوه إيه سبحان الله. ايش تحدي؟ ايش تحدي جيم يعني كنتوا ولا تحدي اكل؟ لا بخش. احنا كنا في النادي، واحنا في النادي اتفقنا نتحدى بعض مين ياكل اكثر. كنا نروح مطعم ما نطالع في المنيو، نقول له حبيبي لو سمحت اطلب لنا المنيو كله. يقول ايه وات منيو كله. منيو كيف ردة الفعل عند المطاعم كانت لما تفوت عليه وهيك ماسك الورقة والقلم متوقع تقول له 2 3 تقول له المنيو كله؟ انصدام كذا. ايش ما حد يسوي. والانصدام الاكثر لما ينزل المنيو كامل مغلقه كله. ما شاء الله. ايوه ما شاء الله. اتوقع باسل يعني حضر بعض الاشياء. انا حضرت نعم بعض. أيوه. الاشياء. لا مش بسيطة. لا في اشياء حضرتها مش بسيطه. جمل كامل ما كان بسيط. تجربه ان ناكل جمل كامل ما كان بسيط. ايوه. كانت مغامره. وال20 برجر مره صورنا مع باسل 20 برجر. وال20 برجر في لندن كانت. صحيح. يا ساتر. أيوه. يا ساتر. طيب امير ما شاء الله انت شخصيه محبوبه، الشباب بحبوك، وخصوصا حتى في كثير من الاعمار الصغيره بحبوك. أيوه. وبحبوا يشوفوا كيف امير بياكل. أيوه. بس الحين امير مش مركز كثير على الكميات الكبيره. أيوه. بدنا اياك توجه رساله، شايف الكاميرا هناك. أيوه. رساله للشباب الصغار اللي بحبوا امير ابو زناده وبتابعوه. أيوه. وبحبوا انهم ياكلوا برضو هيك يطهمجوا في الأكل. أنا أقول لكم أول حاجة تسووها لازم تنبسطوا في حياتكم بعدل
شوفوا ركزوا في كلامي بعدل، يعني لازم توزن الأمور، ما ينفع تقعدوا تاكلوا 24 ساعة في الصباح وفي الليل. هذا شيء يعني أنا اكتشفته متأخر يعتبر، عارف بعد ما أوزاننا زادت وبعد ما أكلنا الأخضر واليابس والله أكلنا ولكن الاتزان والاعتدال في الأكل مرة شيء جميل، وزائد لازم تدخلوا اللي هي ناحية الرياضة، لازم تركزوا في الرياضة، تبوا تاكلوا كلوا بالعافية عليكم، بس لازم أتمرنوا كفو بس عشان تكون الحياة صحية أكثر. أنا بتمرن قاعد شكرا يا أمير. قول لهم المقولة حقتنا، المقولة المشهورة، قول إيش؟ cheat hard and train harder. cheat hard train harder يعني طبعاً من الشيت ميل، من الوجبة المفتوحة، أضرب وجبة مفتوحة قد ما بدك، ولكن نروح اتمرن اكثر من صح احرق من هذا المنبر. عبد الرحمن بالله نوجه تحيه لباسل، لانه ما شاء الله هو قال بدا يتمرن، ما شاء الله اليوم خامس يوم باسل الحاج يتمرن فيه. الله دائما هو عشان البرنامج، بس عشان تكون خلص البرنامج رجعنا للحياه الطبيعيه. طيب امير، ايوه، وجبتك المفضله في الحياه بشكل عام؟ الدجاج المقلي. الدجاج المقلي، ايوه، والبروست. والله فعلا، والله الدجاج صدق ما بعرف ليش ما خطرت بالي قبل هيك، صدمتني فيها صراحة. انا تخيلتك شو حتقول؟ برجر. البرجر خصوصا البرجر، انا وامير يعني عندنا صداقه فيه، وكيف البرجر تبعنا. انا بالنسبه لي اعتبره وجبه رهيبه جدا جدا جدا، ولكن تاتي بعد الدجاج المقلي. انا بعتبرها وجبه صحيه البرجر، صح ولا لا؟ البرجر لحمه وخضار. اسمع على حسب اللحمه. اسمع انا عارف انت ايش اللحمه اللي انت تحبها في البرجر، ما شاء الله تكون 70% فات وما ادري ايه. لا 70% لحمه 30% فات. ايوه 70 لا 70% فات، انا عارف ايش بتكلم. البرجر اللي يعجبه يكون منه يعني ما شاء الله، يكون الماربلينج حقه او كويس الدهون فيه عليه. طيب في رمضان سفرتكم الرمضانية في المنزل، أيوه، شو وجبتك المفضلة من إيدين الوالدة الله يطول في عمرها؟ طيب أول حاجة، أنا في رمضان الصراحة لي آخر سنتين أنا أقعد أزيد، يعني أحاول أحافظ على وزني طول السنة، ولكن في رمضان تشوف فيه نزول جدا كبير. في رمضان بتنزل؟ أيوه. ليش؟ لأنه رمضان فرصة جدا جدا رهيبة، واللي قاعد يسمع يركز في المعلومة هذه، في رمضان فرصة جدا عظيمة إنك أنت تخسر وزن، بالذات للناس اللي بتحاول تخسر وزن. سؤال أمير، وين بتشوف صناعة المحتوى عن الأكل حاليا؟ يعني ما فهمت السؤال لو سمحت. يعني صناعة، أنا ما فهمت. إحنا بنصنع محتوى عن الأكل. صح. وأنت خليك في البطاطا الله يرضى عليك. خليك في البطاطا بس. خليك في البطاطا. ماشي. والله يا عبد الرحمن، بس دقيقة معلش. عبد الرحمن هذه بطاطساتك؟ ايه. حقت القلي؟ ايوه ايوه. والله شكلها ترى حتطلع طعمه، بس بقول لك كمل. ايش مالك؟ يا انت ماكل البطاطا تاعته هاي قبل؟ ها؟ انت ماكل البطاطا هاي تاعته قبل؟ لا والله. شايف الكيس ده؟ ترى حينهيك. ترى امير، انا خلصت الحوار تبعي، أيوه. وحاب اقول لك يلا على المطبخ. خلصت الحوار. اسمع طبيت بس. لا خلصت الحوار، خلصت بديك على المطبخ على طول. طب خلاص اليوم انا بسوي لك بطاطا مقليه. اعطيني نصايح، قول لي كيف بتحب البطاطا يا حبيبي. اسمع لا تلغوصها مره بزياده، بس النصيحه يعني. ما الغوصها مره بزياده. ايوه، لاني انا حاسس اني كذا حغوص، عارف هذا التجربه اللي بدي اخوضها. خلاص اوكي يلا انا لا يا امير خليه يسوي اللي يبغاه. سوي اللي تبغاه، وانا بعدين عشان لما نخسر يقول لك ظبط لي عمي، انت ظبط لي اللقمه اللي انا حاكلها، ايش رايك؟ انا موافق، يلا على المطبخ وكل الحوار تبعنا نكمله في المطبخ. يلا بسم الله، يلا ننتقل الى المطبخ، فاصل ونرجع لكم. تفضل يا حبيبي، تفضل. رجعنا الآن لفقرة المطبخ، وجنبي أخويا أمير. أخويا أصلاً يكون قاعد جنبي يدعمني. حبيبي أخويا عبد الرحمن، اللي يبغى مساعدة مني يقول لي. أنا عادة ترى ما أساعد، بس عشان الناس تكون في الصورة، أنا عادة دائما أطالع وأشوف هذا كذا شكله كويس. لا أنا بدي أسألك سؤال مهم. أتفضل. أنت حكيت قعدت مع عبد الرحمن وطبخ لك كثير و إلى آخره. أيوه. متى عبد الرحمن سوى أكل ما بتتعبه؟ تعبان. تعباني هو، حاول وأفتى وما لم تزبط معه. خلاص كنا في الحجر، أيام الحجر اللي هي أيام اللي الله لا يعيدها. أوكي. سوالنا كنا بنسوي حلقة على اليوتيوب عن أكلات الواحد يقدر يسويها في الميكرويف.
ايش ايش قول لي قول لي صح. الواحد يقدر يسويها في الميكرويف عارف، ما تحتاج عده كبيره، ما تحتاج مقادير كثير، ما تحتاج فهم بسيط. هذه فكره فقط اي هذه فكره الحلقه كانت. عبد الرحمن ايش كانت هي؟ ما كان شيز اتوقع. ايوه اللي كانت الجبنه، كانت الجبنه مالها. الجبنه ايوه بصوت عالي ايش كان مالها قول. يعني هو اختار اختيار، يعني اول مره اشوف عبد الرحمن يختار اختيار مو موفق في مقادير الصراحه. طيب بس هي كانت الجبنه. انا حقول لك مفاجاه على سيره الماك اند تشيز. ايوه انا اليوم عندي مقادير مفتوحه. امير انت عارف شو سياسه البرنامج؟ عارف ايوه. فكره البرنامج انه نلعب لعبه انا وعبد الرحمن، اللي فينا بفوز عنده المقادير مفتوحه، وانت عندك دحين وانا عندي المقادير مفتوحة. مفتوحه. فانا راح اسوي لك طبخه بكثره المقادير، الطبخه بحسن التدبير. اسمع أوكي. حسن التدبير اللي عندي الزبده قليل بس ايش الدرجة. اسمع ليه؟ اسمع شو راح يصير. يا اخي اسمع ارجوك اسمعوا الوصفه السحريه اللي حسويها. بطاطس مقليه بس على طريقه البطاطا الحره تاعت اللبنانيين. ايوه هذه. وبعدين عليها من فوق صوص جبنه على طريقه الماك اند تشيز، والمفاجاه هو انه عليها شويه معكروني ماك اند تشيز. حلو بطاطا ماك اند تشيز. والمفاجأة الأكبر والأكبر، ما حنسوي لحبيبنا أمير بطاطا بدون قطعة ستيك تيجي معاه. راح يكون لحمة عفوا بطاطا ماك اند تشيز ولحمة. والله إذا بتحرك لي هون 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 أبشر استنى شوي بس ننزل الطحين. أبشر. طب اسأل عبد الرحمن شو بيعمل، نعرف شو مبدأه في البطاطا. طب أسأل عبد الرحمن، يعني واضح إنه هو قاعد يسوي حاجة فيها تتشات بسيطة. حرك 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 سواعدك 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 حرك. وكب الحليب على يدي عادي سواعدك. هاي كريمة معلش حرك. أوكي. أعطيني عنك أنا حرك. أعطيني واضح ما عجبه تحليب. هاي اللحظة مهمة جدا. واضحة مهمة جدا عشان ما يكتل عنا الطحين. طب أقلب لك هادي. قلب لي هادي أوكي. طب يا باسل تحس أنك حتفوز علي؟ تعرف أنا عندي فضول أعرف مين عنده إحساس بنتيجة اليوم. أمير شو إحساسك؟ أمير إيش توقعاتك؟ نبغى كل المشاهدين يتوقعوا. هذه الحلقة مختلفة. طيب طبعا. نبدأ من الآن كل واحد يتوقع مين الفائز ولا حد يغشش. أوكي؟ انتوا أكيد عارفين وفاهمين أنه لما يكون أمير الضيف هذا مش تحدي عادي. طب مين فائز إلى الآن بينكم؟ صولات وجولات. طيب والله أنا شايف يعني عبد الرحمن أقرب إلى البساطة. حلو. وأغلب الأحيان ترى البساطة في الأكل تطلع نتائج رهيبة جدا. حبيب قلبي يا ميرو. فأنا شايف عبد الرحمن يعني ما في له، ما هو قاعد ما بيفتي. قولها ما بيتجرأ، ما بتجرأ، ما عنده الشجاعة. ما عنده الشجاعة صراحة. ما عنده الشجاعة. أنا هيك مسميها شجاعة. ما عنده الشجاعة إنه يطلع صحن جديد لإله. يا حبيبي أنا بقول لك الطبخ مو بكثرة المقادير. بطاطس مقلية في القلاية الهوائية، بعدين فوقها الجبنة، بعدين فوقها لحمة، بعدين فوقها بطاطس مقرمشة، وبعدين فوقها بصل. شفت بناء النكهات كيف يا باسل؟ انت حتقدر تتحداني في هذه الأشياء؟ ما أعرف إيش حتسوي. الله يستر منك حبيبي أمير. بس أنا ما حطبخ بطاطا. لا 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 معلش، مع احترامي للبطاطا أنا بدي أطبخ إشي أكثر من بطاطا. بطاطا مقلية نقشرها ونحطها في الزيت وخلصنا. لا 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 أنا بدي أعمل إشي جديد. بطاطا بالجبنة مع كرونة بالجبنة، حطهم على بعض وحط عليهم لحمة. هذا صحن من قلبي إلى قلبك أمير. الحين نرجع لحبيبتنا اللي عبد الرحمن لسه ما بدأ فيها الستيك. كيف ما بدأ فيها؟ حطيت على النار. أنا على النار الحين هون ننزل الجبنة. ما تعد ولا تحسب وراي، بس ضلك حرك. ما تعد ولا تفكر بالموضوع، بس ضلك حرك. أبشر أبشر. ما تطلع على كم واحدة جبنة نزلت، بس ضلك حرك. أبشر. هي 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 جبنة كتير، يعني تقريبا أنا ححط نص كيلو تقريبا. بس هذه مش أنت لحالك تأكل نص كيلو، وصحن كبير للكل. أي أي ما شاء الله نص كيلو. ها أمير وعبد الرحمن، أنا عندي لكم أنتوا اثنين سؤال. إيش؟ لو حطينا كل اللي أكلتوه في هالدنيا. أيوه. سيب سيب سيب. لو حطيتوا كل اللي أكلتوه في هالدنيا مع بعض، كم كالوري بيطلع؟ لا 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 لا. أنت. كل كم يا عبد الرحمن؟ والله أتوقع يعدي المليون كالوري. بالراحة. بالراحة. كل اللي أكلناه في الدنيا. أنتوا اثنين مع بعض. يا عمي إحنا تجينا ترى أيام ناكل فيها أكثر من 20,000 سعرة. ما شاء الله ما شاء الله. تعرف أمير إن خلصنا. والله لا خلصنا الجبنه، يعني خلاص تقدر تقدر ترتاح. شكرا. اسمع شكرا. والله انت عشان المشاهدين ما بقول من اول تعبت. غيرت المسكه وما ادري غير صلصه البشاميل من الاشياء المتعبه في الحياه طبعا. اعطوني هاي هون. شوف باسل بدا يتوتر. شوف اسمع انا قاعد بعمل اربع اشياء مع بعض. والله وحش. يعطيك العافيه. والله وحش. امير شو اذكى شغله اكلتها من ايدين عبد الرحمن؟
المعصوب حقه ترى مرة طعم، أتوقع إنك جربته. أكيد. كيف كويس صح؟ أزكى معصوب في العالم. والله ما. بكلمة واحدة. أزكى معصوب في العالم. أنتوا كذا نظامكم في. معصوب عبد الرحمن. كل واحد رفع ده هذا يقول أحسن منسف في العالم منسف باسل. لا بس. كذا الوضع. يعني شوف كنافة ما هلعب مع باسل. صراحة. لا أنا بلعب معك الكنافة. بس بدون ما أشوف مغمض مغمض العينين. كذا هلعب معك. يا مخرج هذه حلقة نبغاها. أنا مستعد، هاي إعلان قدام الجمهور، أنا مستعد أسوي حلقة أتحدى عبد الرحمن في الكنافة وأنا مسكر عيني، بقدر أعملها ولا لا؟ تحدي الكنافة حنرجع له بعدين، حاول تركز في صحنك يا باسل، تعبت للرجال يده وجالها شد، ليه؟ ضيف يا أخي ضيف، بس ما تستغله كذا يا باسل، ترى بتستغل الضيوف أنت أكثر من لازم ترى. لا 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 الكنافة هاي بدها 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 روح رياضية منك، إنك أنت تكون جاي وأنت عارف إنه مش مكانك، مش ملعبك، أنا حلعبها معك بس بدون مغمض عيني، مغمض أنا هيك حعمل الكنافة هيك وحفوز عليه، سهلة. على السريع أنا بقول لكم إيش سويت، أنا طبقي حيكون تعرفوا بناء النكهات، بس هذه المرة حيكون بناء النكهات انتوا شايفينه بعينكم طبقات. طب ايش بس موضوع بناء النكهات على باسل؟ اتوتر لما يجي عندي يا اخي. باسل تحس ما عنده بناء نكهات؟ باسل يعني ما اعرف يا امير، انا ما تعرف ما احب اتكلم الا عن نفسي. طب اشرح اللي سويته. اشرح اللي سويته. طيب. قول بشكل مختصر ايش اللي عملت بصل اللي هو البصل المحروق، يدي قرمشة كده ومرة لذيذ لما ننطبخ يدي طعم سويت شوية. هنا بطاطس مقرمشة، هذه أمير يحب القرمشة، الماوس اكسبيرينس، تجربة الفم. وبعدين البطاطس اللي جوه في القلاية الهوائية، بطاطس أصابيع ومبهرة كده بالبهارات اللي المفضلة عندي أنا وأمير طبعا. طيب أنا في مرحلة السكب، عندي ماكن تشيز من فوق. كويس. طيب أنا عندي ستيك شويته أول شيء على الشواي، بعدين قطعته وحطيته مع الزبدة. وعندي هون ماكن تشيز راح أحط عليها البطاطا من فوق، وبعدين راح أقلب هذا الصحن فحتصير بطاطا ونازل عليها الماكن تشيز. أوكي. بعدين حنحط فوقها شرائح اللح. كيف حتقلبها؟ طب لو قربت الماكن تشيز حيصير فوق، ما هو بتنزل. طب روح سوي. بس أنا حسبتها غلط. أنت لا بتنزل إن شاء الله بتنزل. طيب أوكي يلا إن شاء الله بتنزل. هو كان احسن لو حطينا شويه بطاطا فوق صح، بس حصل خير. اقدر ادوق البطاطس ولا ممنوع؟ والله يا ريت ادوق البطاطس، انا مش عارف مستوي ولا لا، المفروض انها مستويه. ما الدنتي كشويه بس لذيذ مره. لذيذ مره. شكرا. شكرا شكرا يا اخي. والله في مكون اخير نسيت. خلصت انت يا بسود؟ خلصت انا يا حبيبي، ضايل بس اقلب الصحن. شوف الحركه هذه الكش مالك يا باسل، الجبنه على الطاوله على طول. هذا اللي طلع معك كش ملك عشان حطيت الجبنة. كش ملك هذا. اصبر انت لسه ما شفت شيء. طيب انت حطيت حبتين، انت عارف كم حبه هو؟ يا امير الطبخ ما هو كثرة المقادير، الطبخ بحسن التدبير. فباسل شوف انا شايفه مهدر اهدار كبير جدا زي ما انتم ملاحظين يا اخواني، استعمل المطبخ كله عشان يبهر امير. واحب اقول لكم شوفوا الجبنة كيف بدأت تذوب. بدي صحن اكبر من هذا شوي يا اخي. دلع. انا الصراحه دحين شايفهم الاثنين قاعدين يغلقوا، عبد الرحمن خلاص يعني تقريبا غلق، وباسل نفس الشيء بس باقي له يقلب. افتح. أنا خلصت ولا ما لا بنفتح على التقديم هناك؟ والله من جد لا حفتحها، بس يعني خلاص روح انت من هناك بفتحها انا يا اخي. هو بشيك عليها يعني ما يبغى تشوفها. لا كويس خلاص ننتقل معاكم الى فقره التقييم. امير جاهز؟ جاهز. هذا مش جاهز قاعد بخرب في الجبنه. والله خلاص اخر شيء نشوفكم في طاولة التقييم. يلا تحدي اليوم مش زي اليوم. ورجعنا لكم مشاهدينا في الفقرة الحاسمة. أيوة بالضبط، فقرة مهمة. لا هي يعني ما في كلام. خلص أمير خلص. أنت حتجرب أمير خلاص أنا مروح. ما في مجاملات. طيب جرب. أنا ممكن بس أعرف أنت شو سويت. أنت شو سويت بس يا أخي؟ واضح خطته. سوى بطاطس حبيبي بسيطة، قطعها حطها في كيس، بهارها بطريقة جيدة جدا. بعدين قلل البصل
وهذا بطاطس برضو كريسبي كده، واللحم اللي هو الستيك قطعه شرائح قليل كده صغيره وطوع على الطاوه، يعني هي اشياء بسيطه بس ناشف صحنك فوق بقى. خلينا نشوف ناشف الحين انتوا ايش تبغوني اكل اول؟ طب ليش شرحت صحنه هو ما شرحت صحني انا؟ باسل الحاج الله يعطيه العافيه، يعني هو سنه شو انت ماخذ مقادير اكثر مني، اخذ انسبيريشن، مستخدم كثير اكثر مني، مستخدم بصل، انا مش مستخدم بصل والطنجره، انا مستخدم اللي اخذت منك كذا معكرونه، ما اخذت بصل منك، الطنجره اللي عملت قلت كذا طنجره وليمه تطلع منها بعدين طلعت صحن، هذا مو اهدار؟ لا هذا مش اهدار، هذا بناكله احنا ورانا. طيب انا باكله يا سيد، ما عندي مشكله. طيب الحين بس اباكم انتوا بين الاثنين تتفقوا انا اكل اوي. امير حبيبي انت دخلت على مطعم لقيت عندهم نوعين بطاطا زي عادتك ما شاء الله عليك، حتطلب النوعين ايوه، فحتجرب الاول جرب الثاني، قول بسم الله فوت في اثنين كل قد ما بدك وبعدين بصير خير. بس انت عارف امير احنا مسويين بطاطس وهو بس تدخل فيها مكرونه، وانت مدخل فيها اشياء ثانيه يرضى عليك، خلي ياكل. لا بطاطي ولا بطاطك مستويين كثير صح. لسه هذا اول تعليق الصراحه كنت حقوله، لا بطاطي ولا كنت حقول انتوا الاثنين شكلكم استعجلتوا في طبخ البطاطس، لانه لا بطاطك ولا بطاطك يا ثلاث مرات ورا بعض بطاطك خلاص تمام. البطاطس فيها عضه الاثنين الصراحه صح. ايوه هذه صح. نعترف هون في مغامره، اعترف انها مغامره بحط ماكن تشيز على البطاطا، لانه انا بدي اسوي بطاطا بالجبنه وهي ماكن تشيز بالجبنه، فقلت خلي الجبنه تيجي من المكرونه. الحين باسل معلش بس انت قاعد تكتر كلام، مين اللي حيحكم صح. انا ولا انت في بالك فايز؟ ما تقوله في بالك فايز. ايوه طيب. في بالي امير ابو زناده. ايوه هو 30 يوم رمضان 30 وصفه ايوه و30 طبخه ايوه و30 فايز وخسران. كويس الفائز في حلقه اليوم من لعبه الشيف هو عبد الرحمن بك. تحية لك يا أمير وتحية لفريق العمل كاملا. الطبخ ما هو بكثرة المقادير، الطبخ بحسن التدبير. نعم يا سادة إنني أنتصر من جديد، وهذا ما هو شيء جديد علي، ما هو شيء جديد، تعرفين والفين دائما على انتصاراتي وفوزاتي، وبناء النكهات يا واسل لما توصل له حتقدر تنافسني. حاول تفهم هذه المعلومة أوكي؟ شد اللي حيلك ها؟ شد حيلك. لا تفرح حبيبي، ترى لا صحني ولا صحنك ممتازين، أقولها بصراحة، لا صحني وصحني وصحنك الاثنين يعني بكل أسف الضيف قاعد بنتقد في الصحنين. الفوز اللي اثنين تعبانين وأنت شوي أحسن مني، لا هذا ما تحسبه حبيبي، ما تحسبه، حلقات الجاي وصفات أعقد وتعال عندي. يعني أنتوا الاثنين تعرفوني كويس. وانت يا اخي قاعد سويت لي هنا مقدمه قديش طوله وامير يطلب بطاطس، عمر شفتني طلبت بطاطس مفركه؟ ليش الفتي؟ ليش الفتي؟ دائما اطلب بطاطس طبيعيه زي كذا، بحاول لو طلبت بطاطس فيها صوصات وما دريت لاقيني اطلب اربع بطاطس عاديه، هي كل الفكره في البطاطس العاديه. بس زاكي كويسه، زاكي خلاص يا اخي انت طلع فيه قول لي انها زاكي بس يا استنى انت قلبت الموضوع بيني وبينك سمحت طلع فيه وقول لي حظا اوفر يا باسل بس طلع فيه وقول لي انها هو ضيف مو لازم يطالع فيك امير ترى لو تبغى اعترف امير يعني لو انت متضايق خذ راحتك تقدر تستعمل العنف طيب مع طيب زاكي انا لو حطلب واحدة من تنتين ما حب خليها في نفسك شو راح اطلب شكرا امير شرفنا ونورتنا حبيبي وحلقه ما بدها تخلص بس خلصت خلاص هي كذا ومبروك حبيبي ايش اقول لك مبروك ايش رايك في بناء النكهات انا سويت لك بناء نكهات وطبقات هذه المره الله يوفقك ترى الكريسبنس حقت البطاطس اللي استخدمتها وقليتها ترى ادت خلصت حلقه اليوم ان شاء الله بنشوفكم في حلقه جديده متابعينا شكرا امير ابو زناده شكرا عبد الرحمن الف مبروك نشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده والسلام عليكم حبيبي ميرو